غنيت كتير بحياتي، وقفت على مسارح كبيرة وقدام ناس كتير. وخلال دراستي للموسيقى غنيت قدام أساتذة كبار، بس الوقفة قدام لجنة أرب آيدول غير. حب اللي تركني وراح، إحساس ما حسيته بحياتي. السنين بعلم موسيقى بالمدارس، بس كل مرحلة من مراحل أرب آيدول كانت درس لإلي. أنا أقول أنتي لازم تأهلي معنا وكملي. اجتهدت وتعلمت، قدمت أفضل ما عندي لأوصل لهون، وبفضلكم رح أضل على المسرح. صوتولي على الرقم 22. أنا نادين خطيب من فلسطين.